بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، أصحاب الفضيلة والسعادة، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في رحاب غرفة الرياض في هذه الأمسية الخيرة، ووسط هذا الجمع المبارك في لقاء نتناول فيه التجارة الأكثر ربحا والأكبر تفضيلا، وإلى حيث أعمال البر والإحسان، في لقاء مفتوح مع الوالد صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، والذي أسعدنا بقبول الدعوة، وكما هي عادته حفظه الله متفاعلا ملبيا لكل ما فيه خير. نتحدث اليوم عن الوقف، وهو أحد أهم مقاصد التكافل في الشريعة السمحاء، ويعد أحد نوافذ العطاء الاقتصادي الذي شرعه الدين ولم يلزم به، ولكنه ترك فيما بينه وبين ما ألزم به من صدقة الأموال، تكاملا أشد ما يكون نظام الاقتصاد الإسلامي، فيه قوة ومنعة وازدهار، وفيه تعزيز لمنافذ ذلك العطاء، كيف لا؟ والوقف يحمل صفة الاستمرارية التي دائما ما يكون لها فوائد جمة لا تنقطع، وتغطي بصفة دائمة الاحتياج الاجتماعي والاقتصادي. ومن هنا يأتي لقاءنا المفتوح مع رجال وسيدات الأعمال للتعريف بالأوقاف وأهميتها وأثرها، وليغطي محاور عدة حول الأوقاف ودوره الاقتصادي والاجتماعي، وكيفية تحفيز الموقفين والداعمين على تبني دعم الخدمات التنموية مثل التعليم والصحة والتنمية والإسكان، وأثر الأوقاف على الموقفين وأسرهم وعلى المجتمع. ولنقدم في هذا اللقاء أفكارا للمصارف الوقفية والنظار. سيدير اللقاء اليوم الدكتور حسن بن محمد شريم، أمين عام مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية وعضو لجنة الأوقاف في غرفة الرياض. مرة أخرى نرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، ونشكر له تفضله بالحضور، ونرحب بكم جميعا، آملين أن يحقق لقاءنا الفائدة المرجوة منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حي الله شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. الشيخ عبد الله لا يحتاج منا أن نعرفه، فقلوبنا تعرفه معرفة تامة، أحببناه. هذا الرجل الكريم يمثل لنا دائما، نراه دائما، نشعر به معنا في خيرية هذا الوطن الكريم، بل هذه الأمة المباركة. الشيخ عبد الله لما طلبنا منه أن يكون ضيف أول ديوانية في لجنة أوقاف الرياض استجاب لنا مباشرة، وذلك لأن الشيخ عبد الله يعرف أن لقاءات الأوقاف هي لقاءات، نعم هي نخبوية، لكنها دالة ومؤثرة في المجتمع، ولذلك كان معنا الشيخ عبد الله هذه الليلة، فشكر الله لك يا شيخنا. نعم، من أول هو الملهم عمر رضي الله عنه أرضاه، هذا الرجل الذي لم يرى عبقريا فريا، يعرف كيف يدل على الخير بتوفيق الله عز وجل. عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت سهما بخيبر. وكم من ناس قبله وبعده أصابوا، لكن هو أصاب، وفعلا أصاب أكثر من مرة رضي الله عنه وأرضاه سهما في كنانة هذه الأمة، ولذلك شرع لها هذا الخير الذي نتحدث عنه الليلة. فقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الأصل وسبل الثمرة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وكان هذا الوقف، هذا الوقف العظيم الذي رأينا كيف عاشت الأمة، بل قامت الأمم وعاشت الدول على خيرية هذه الأوقاف، هذه الأوقاف العظيمة التي الله عز وجل اختار لجنة غرفة الرياض لتكون هذه اللجنة
المباركة لترعى هذه الأوقاف المباركة ويعمم خيرها على كل غرف المملكة العربية السعودية. هذا فضل من الله عز وجل ساقه إلينا الليلة ونحن في الليلة الأولى، بل في اللقاء الأول من لقاءات ديوانية لجنة الأوقاف بغرفة الرياض نستضيف معالي الشيخ. الشيخ عبد الله إن شاء الله تعالى سيكون معنا في نصف ساعة، ساعة إن شاء الله تعالى، في حديث عن الأوقاف لأهل الأوقاف. ثم بعد والحمد لله يا شيخ معنا في القاعة الأخرى أخوات يعتنين بالأوقاف ويهتممن بها من سيدات الأعمال ومن المهتمين بالأوقاف، ومعنا كذلك في البث المباشر إن شاء الله تعالى من اكتفى بأن لا يأتينا هنا وإنما يسمع ويرى ويتأمل وهو في مكانه، وهو مثل من هم أمامنا الآن يعشقون الأوقاف ويرغبون في تقديم الخدمة للمجتمع. حي الله شيخنا ونحن بين يديه، فتفضل مشكورا جزاك الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، نجتمع في هذه الليلة المباركة لنتحدث عن الأوقاف، عمل الإنسان الذي يطيل الله به عمره ويمتد به أثره ويسجل له به حسنات وهو في قبره. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وهذا الأثر المبارك يكون أجره للتاجر وللقائم على الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخازن الأمين الذي يعطي ما وكل به أحد المتصدقين. فأبشر إخواني الذين يعملون في الأوقاف ويحرصون على أن يؤدوها على صورة تنفع الناس وتنفع الميت أنهم يشاركون في الأجر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن السهم الواحد يؤجر به ثلاثة، وهكذا. فكل أعمال الخير أجرها ليس للفاعل وحده، إنما للفاعل ولمن يساعد الفاعل بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة. والله تعالى كريم، يفتح أبواب الأجور لمن فكر وقدر وتابع. أحبتي في الله، لدينا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين بعضا مما قلت، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله له في صحته وحياته تلحقه بعد موته. رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه المناوي في فيض القدير والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لاحظوا معي: مصحفا ورثه، مسجدا بناه، بيتا بناه لابن السبيل، نهرا أجراه، صدقة أخرجها من ماله في صحيح. كل هذه في الأوقاف، كل هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في الوقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا واقع ما نعيش فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
يقول العبد مالي مالي، إنما لابن آدم من ماله ثلاث: ما أكل فأبنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، أي أعطى لله تعالى وبقي أجر هذا العطاء له في الآخرة. هذا الحديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: ما تعدون المعدم فيكم؟ قالوا: الذي لا مال له. فقال صلى الله عليه وسلم: بل المعدم الذي يموت وليس له عند الله خير. رواه أبو يعلى والبزار وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد. أحبتي في الله، لو نظرنا إلى واقع الناس الآن نجد أنهم منهم من يجعل ماله أمامه، يجده منذ أن ينتقل إلى الدار الآخرة أمامه، ومنهم من يجعل ماله بعده، يوصي يقول لعياله: إذا مت سووا كذا وكذا ولحقوني إياه، لحقوني إياه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقف أفضل من الوصية، لأن الموقف يعطي وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، أما الموصي فهو يترك حتى إذا بلغت الروح الحلقوم بدأ يوزع ماله لفلان ولفلان، وقد كان لفلان. والذين هم من أردى الناس حظا وأقلهم عزيمة صنفان: صنف لا يفكر في أن يقدم شيئا من ماله، صنف من يوصي بألا تنسوني، يقول لعياله: لا تنسوني، وهو ناسي نفسه. وقد رأينا، والله أنا دخلت في بعض القضايا، والله يا أحبابي إنها تحز في النفس. أولاده يقولون: أبونا ما وصى. بعضهم يقول: لا، أبونا وصى، احنا شهود. ثاني يقول: ما اكتب وصية. ويروحون يصلون المحكمة ويخاصمون وينكرون، مع أنهم يعلمون صدق إخوانهم. لكن هذا الرجل لو كان كتب قطع على الشيطان أن يدخل على ورثته بهذه الدعاوى الباطلة التي يشكلون بها المحاكم. وصنف آخر لا يوصي أبدا، بعضهم إذا قلت له أوصي يخاف أنه يوصي ويموت، عند باله أن الوصية إذا أوصى أنه خلاص فكر في الموت وبيجيه الموت، فلذلك ما يوصي أبد ولا يترك. يا رجال خلها على الله. وهذا يا إخواني مثل ما قال العرب في البخيل، يقول: كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. ثاني يقول: ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. تلقى الرجال مثل الله يترمك بالصيد، يطرد وراء الأرنب ويطرد لين تتعب، ينقطع نفسه ويصيد الأرنب ثم يجلس عندها، فإذا جاء صاحبه اللئيم أكل اللحم عطاه العظام أو ما عطاه شيء. وهذا شأن بعض الناس الآن، لا يفكر واحد منهم أن يجعل لنفسه نصيبا. أحزم الناس هم أهل الأوقاف الذين يديرونها وهم أحياء، حتى إذا انتقلوا وجدوا
ما عملوا أمامهم. أذكر مر علي واحد في الإفتاء يقول والدي الله يرحمه كثير الأسفار في الخارج، وأن يعني نتحدث عنه يا أبوي ولا بد خلوني راح أشمها. قال فلما ماتوا فتحنا شنطته وجدنا أن عنده 34 مسجد ومدرسة في الخارج يرعاها، وهو ولا علم أحد، يريد ألا تعرف يمين شماله ما تنفق يمينه. وجدوا كاتب المدرسة الفلانية والفلانية والفلانية عطوهم من وقف العمارة اللي في كذا، والمدرسة الفلانية الفلانية عطوها من العمارة اللي في كذا، والمدرسة الفلانية الفلانية عطوهم من عمارة الوقف التي في كذا. بعض الناس الله تعالى أيقظ قلبه، يشتغل لنفسه وهو حي. وقد قال لي بعض الإخوان لما جاء وأوقف ومر علينا في دار الإفتاء فشكرنا على الوقف، قلنا له هذا أحسن الوصية. قال أنا أعرف عيالي، أنا أوصيهم الآن يروحون يجيبوا لي حاجة، يتعبوني وأنا حي ما جابوها. بعض مصدر عليه أمر 3-4 مرات، يا ولدي ما جيت به بعد يومين، هاي يا ولدي وش سويت بعد 3 سنين. طيب إذا مت من اللي بيجي يتابعهم؟ من الذي يأتي يتابعهم؟ هذه أحبابي بارك الله فيكم أشياء ينبغي أن يفطن الإنسان لها. وبعض الناس الآن أصبح لا يرى الوقف إلا المؤسسات الوقفية. ترى يا إخواني مثل ما تسمعون في الحديث، درهم فقير أحب إلى الله من ألف الغني. ولذلك لا أحد يحقر نفسه، لكن سبحان الله العظيم ذهب أهل الدثور بالأجور، الذين عندهم أموال وعندهم أوقاف وعندهم مؤسسات وقفية وينفعون أكثر، هؤلاء فتح الله لهم من أبواب رزق الآخرة أبوابا وطرقا لم تفتح لغيرهم، ونسأل الله تعالى أن يبارك لهم. وروى خالد بن عبيد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، رواه الطبراني وصححه الألباني. وهذا في الوصية، لأن الوصية لا حد، لا تتجاوز الثلث. أما الوقف في حال الحياة فإنه غير محدد، للإنسان أن يقف من ماله ما يشاء. والله تعالى عندما تحدث عن الصدقات ذكر من فوائدها أمرين عظيمين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والله يا أحبابي الطهارة، طهارة الأنفس وتزكيتها من أعظم النعم التي يبحث عنها المؤمن. وهذه جعلت في أي شيء؟ جعلت في باب الصدقات. يطهر الإنسان نفسه من الذنوب ومن البخل. من الذنوب لأن الله قال قبل هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ها وش بعدها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من هذه الذنوب والبخل وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية جزاهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذي يقوله؟ يقوله مالك هذا الكون، يقول هؤلاء الذين يعملون هذا العمل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا شيء
الناس يشاهدونه. رب العالمين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك انظروا الآن البيوت التي تنفق على الأقارب وتنفق على الجيران وتنفق على المحتاجين في العالم وتنفق، تجدون بيوتهم أقل بيوت أمراض، وتجد بيوت البخلاء الذين يقطعون الرحم من أجل الدنيا، والذين يقولون وبيوت المفسدين تجد أن فيها أمراض ما لا توجد عند غيرهم. هذه مصارع السوء، هذه بلايا، البلايا التي تنزل على الناس ويعجزون عن رفعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني وصححه الألباني والمنذري. وعن رافع بن مكيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الملكة نمى، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، البر زيادة في العمر ويمنع ميتة السوء. رواه أحمد والطبراني. أحبتي في الله، هذه بعض النصوص التي تسمو بها الأنفس ونتعلق بها بما جعله الله تعالى حياة لقلوبنا وراحة لها، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تحفيز الموقفين والداعمين على تبني الخدمات التنموية، هذا العنصر الذي طلب من الإخوان أن أتكلم فيه، مثل التعليم والصحة والتنمية والإسكان. الإنسان الذي عنده مال قبل أن يحدد مصرفه أتمنى عليه أن يبحث عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول عظم المنفعة، يعني هذا نفع عظيم وإلا عادي. ثم طول مدة المنفعة، هل يطول مدة المنفعة ولا تقصر؟ ثم شمولية المنفعة، هل تشمل أناس كثير وإلا تشمل أناس قليل؟ فإذا فكر الإنسان في عظم المنفعة، يعني أنت الآن، أنا أتحدث مع الدكتور عبد الرحمن السويلم قبل قليل، يقول عندنا عمليات قلب مفتوح في جمعية عناية ب10,000 ريال. أنا أظن عملية القلب المفتوح أنها مثل اعتاق النفس، أنا أظن أنها إعادة الحياة إلى هذا الشخص المسكين الذي يعاني من هذه الأزمة، وربما يوم من الأيام يقال راح الله يرحمه، والمبلغ 10,000. هذا المبلغ، هذا المبلغ، انظر لو دفعت الآن في عانك متزوج، سيستفيد منه شاب وشابة ويؤسسان أسرة، وربما تكون هذه الأسرة جد قبيلة، بعدين يقال العتيبي ولا الدوسري ولا جد، وأنت مؤسس هذه القبيلة كلها. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، دفعتها إيجار لأسرة فقيرة، أجارها مثلا 15,000، معناه دفعت أجار 8 أشهر، سيرتاح هذه الأسرة 8 أشهر كلهم، سيرتاحون
أموال، 10,000 من عندك. رابعا أعطيتها مواد غذائية، رحت جيت لهم مكرونية وحاجات خليتهم مبسطة في رمضان، لكن كلها لو ما جيت بهم بيأكلون ويمشون. هذه عندنا 4 مصارف. أنت تأمل في نفعها وشفع، وما هو أدوم أطول نفع، ما هو أشمل نفع. الإنسان إذا تفكر في مثل هذه الأمور يستطيع أن يجعل وقفة في أطيب أرض. يعني لو كان معنا الآن بذر ونريد أن نبذره، ألسنا نسأل عن الأرض المناسبة؟ كذلك. ولذلك من الأشياء التي تعاب على بعض التجار أنه يفكر كيف يجمع المال ولا يفكر كيف يفرق زكاته. يعني هو يجمع المال بس زكاته ما يفكر. لو كان يعطي الزكاة إذا جاء يفرقها ربع التفكير في كيف يعني يجمع المال يكون قد رفع العائد على زكاته أو وقفه والاستفادة منه شيئا عظيما. ولذلك من إخواني لا بد للإنسان أن يفكر. ترى الإنسان بتفكيره يدرك ما لا يدركه بإنفاقه، تسديد والبحث. أنا أشوف الآن يعني عندنا مثلا التعليم، التعليم الآن عندنا تبني الإنفاق التعليم نوعين. نوع أخشى أنه يكون ليس فيه أجر، أخشى أن يكون ما فيه أجر، ونوع أنا أدرك بأن فيه أجر عظيم. فبعض التعليم، ما أقول كله، بعض التعليم الثانوي والمتوسط الذي الأهلي الذي الناس الفقراء يودون عيالهم ليه؟ علشان يأخذ 100%. وهو لو اختبر في مدرسة حكومية يمكن ما ينجح. نحن نعرفهم، نقول له ذاكر الأيام هذه، ذاكر كلها يا رجال، يعطونا الأسئلة. ها هكذا بعض الناس. ها دعم مثل هؤلاء، دعم المشاريع هذه، هل تظنون أنها نافعة؟ حتى ولو أنه فقير، فقير يقول بروح عشان ولدي تقبل الكليات ويأخذ الشهادة، وأنا لو جلس في المدرسة هذه، طيب يا أخي أنا عندي زكاة أو عندي وقف أدفعها في مثل هذا. هذا مما يعني ينبغي. صحيح نحن نعرف أن التعليم الأهلي ليس كله على هذا المستوى، لكن نعرف أن هذا المستوى موجود في التعليم الأهلي، يعني تعليم متميز ويحافظ على الأداء الأكمل، لكن الذي قلت لكم موجود. لذلك الإنسان يفكر في مثل الدفع لمثل هذا التعليم. لكن أنا أذكر لكم أيضا أن هناك أناس الآن يعني يجتمعون على بعض الفقراء في جماعتهم أو بعض مراكز الأوقاف، يشوفون المواهب الجيدة يخلونهم يدرسون في كليات الهندسة، في كليات الطب، كليات طب الأسنان، كليات كذا، يقولون نحن نكفله مدة ثم هو يكفل أسرة عنا. إذا تخرج من الطب أو من الهندسة وتوظف أسرته كلها خلص، نصبح يعني ما ننظر إليها، لأن أعطيناهم سنارة يصطادون بها السمك، ولدهم هذا سيكفينا الإنفاق عليه. ولذلك يعني الإنفاق على الكفاءات المتميزة نفع للدولة. بيوت الفقراء يا إخواني فيها عباقرة،
فيها عباقرة وفيها متميزون، لكنهم أحيانا ما يصلون، مساكين، ويخشى أن الفقر يقف لهم في الطريق ويحرفهم بدل التميز، يتخرجوا عنده عقلية وكذا ما لقى أحد يدبره، يروح ما في بيع مخدرات ولا في بلاوي ولا مصائب، تصير عبقرية في طريق ضار. لكن إذا مؤسسات الوقفية، التجار المحسنون، القرابة الفاهمون شافوا المتميز عندهم وراعوه وساعدوه، هذا يبقى على تميزه، ينفع الدولة، ينفع الأسرة كاملة. ترى بعض الأسر الآن تشتهر ويعرفها الناس ويحصل لها تميز بواحد من عيالهم جعل الله في بركة. ولهذا التعليم مهم جدا، وانتباه المؤسسات الوقفية للتعليم يعني مما يعطي لعملها النفع العظيم والأثر الباقي. كذلك من أحبابي الصحة، الصحة عندنا الآن مؤسسات تعالج الفقراء، جمعيات، منها جمعية الدكتور عبد الرحمن السويلم عناية، جمعية علاجي، جمعية زمزم في مكة، شفاء في مكة، الإحسان في جيزان، غيرها من الجمعيات. هذه الله تعالى من عليها وعلى القائمين بها بأنهم تولوا علاج الفقراء، وهم نسبة من المجتمع، المجتمع مسؤول عنهم أمام الله، مسؤول عنهم أمام الله. هذه الجمعيات يعني جعل من همها أن تعالجهم، وسبحان الله العظيم أرخص الله العلاج بسبب هذه الجمعيات. كانت عمليات السمنة شق المعدة تكميم هذا كانت ب50,000، الآن الإخوان في زمزم يقولون نجريها ب6,000 الفقراء، وفي الرياض جمعية علاجي تجريها الظهر ب15,000 أو 16,000. القلب كانوا يجرونها ب100,000، الدكتور عبد الرحمن الآن يقول نحن نجريها ب10,000. لماذا؟ لأن الجمعية زبون، زبون يعني عنده كميات ستغذي المستشفى، وأيضا أهل المستشفى يعلمون أنها طرق خير. الواحد يا إخواني عندنا أطباء فيهم خير عظيم، أعرفهم ويعرفهم الدكتور وأنتم أيضا تعرفون، كانوا يذهبون إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، ما أوروبا آسيا و بعض الدول من بعض القارات، يعالجون مجانا، يجرون عمليات قلب وعمليات أنف وعمليات عيون مجانا لله تعالى. يسافرون حتى في بعض البلدان التي ما يروح لها النساء لأن يطعم، مثل الدول بعض الدول الأفريقية. فهم بعد أن فتحت هذه الجمعيات في البلاد رأوا أن فيه مجال لأن يخدموا، ولذلك نزلت مثل هذه الأسعار. فانتباه الأوقاف، المؤسسات الوقفية لهذه الجمعيات، هذا يا إخواني يعني يخدم الأمة ويخدم الشباب المتحمسين للعمل الخيري الذين يريد أن يساهموا، ويفتح مجالات فيها أجر عظيم لأهل الأوقاف. نحن الآن نعرف ونشاهد يأتي إنسان قاتل فيعفى عنه ب30 مليون، فيتجمع قبيلته والقبائل الأخرى من باب المناصرة ويحملون 30 مليون. 30 مليون هذه لو تكون في ميزانية 5 جمعيات في المملكة، تم يعطون عليه
على 6 مليون يعالجون الفقراء اللي عنده. ولهذا ينبغي لنا يا إخواني أن نتنادى على الخير مثل ما يتنادى أولئك على نجدة القريب وإسعافه، اعتاق رقبته، وأيضا من المزايا الطيبة التي يحبها الإسلام. فتحفيز الموقفين على تبني الخدمات التنموية مثل التعليم والصحة والتنمية، تنمية بفتح المجالات التي تنمي مواهب الشباب وتقدرهم على العطاء وتفتح لهم المجال العمل يعملون، تشجعهم في مشاريع، ترسم لهم خطط، تدرس لهم جدوى، كل هذه من الأشياء التي يعني تساعد في التنمية وتقلل وطأة الفقر وتنقذ كثيرا من الناس من العوز، والإسكان أيضا مثل ذلك. والإسكان يعني الناس في طرق. أنا يعني شاهدت تاجرين، تاجر كل سنة يشتري له بيتين للفقراء يعني 2.5 مليون 3 ملايين، وخلاص اشتري البيت وأمنه مرة. وتاجر آخر يأخذ من زكاة 1 مليون ووزعها على إيجار فقراء، يوزعها على إيجار فقراء. إيجار الفقراء في الغالب 15,000، إذا تسثر بالمرة يعني غالب الفقراء حد يجي، إذا كثر بالمرة يصير 20,000. 20,000 اقسمها على 1 مليون 50 أسرة. يعني الرجل الأول اشترى بيت 1.5 مليون، عطى أسرة وخلاص أما مستقبل. هذا الرجل الثاني 1 مليون دفعه ل50 أسرة. فلسفة الرجل الأول يقول خلاص أنا أغنيت هذه الأسرة، فلسفة الرجل الثاني يقول هذه الأسر اللي أنا أعطيها 50 ذي خلال 10 سنوات بعضها بيتحول من الغنى إلى الفقر، من الفقر إلى الغنى، بيتوظفون عيال عسكر جنود ضباط، بتخرج بنته طبيبة، بيستفيد. يقول فتجد أنهم بعد 10 سنين خلاص ما عاد يحبون أنهم يكونون في بيت صدقة، ولا يحبون أنهم يبقون ينفق عليهم أحد. فيكون أنا بالنسبة لي 50 بعد 10 سنين رايح منهم 20 أسرة ومبدلهم ب20 أسرة أخرى وهكذا. وأما الرجل الذي دفع فاحتمال أنه بعد 10 سنين أن هؤلاء يستغنون ويبيعون البيت وينجلون حارة من حارات الأغنياء، ما عاد يبون مثلا يجلسون عندنا في جنوب الرياض، ها يقولون نروح للشمال مثلا، لأن الله نعم عليه. فهذا له فلسفة وذاك له فلسفة. حقيقة أن يعني أن فلسفة الرجل الثاني الذي يوفر الإيجار لهؤلاء الفقراء أنا في ظني أنها أشمل، أنها أعم، وأنها أيضا يكون فيها تجديد، يكون فيها تجديد بحيث أن بعض الناس يغنيها الله، بعض الناس ينتقل مثلا من الرياض ويروح القرية أخرى، بعض الناس فيكون هذا الإنسان عنده تغير في العطاء كل سنة، سنة سنتين ثلاث أربع. يقول ما هي بعض التمبتلي أي ها أنتوا كاتبين في الأخير أثر شو اسمه أفكار للمصارف الوقفية والنظار. أنا أتمنى يعني على الإخوان في المؤسسات الوقفية أنهم يعيروا الفكر
جزءا كبيرا قبل الإنفاق، يفكرون كيف ينفقون، وش الأنفع للناس، وش الأنفع للدولة، وش الأنفع للإسلام، وش الأنفع المسكين هالواقف اللي في قبره اللي ينتظر الآن الأجر، ما هو الأجر العظيم الذي أنت الآن وكيله في إيصاله إليه. عندنا بعض الأشياء التي أحب أن أقولها، وإن كان هذا عندنا بعض الأوقاف الآن عندنا خصوصا في القرى، من وجهة نظري أنه لا بد من إعادة هيكلتها والاستفادة منها. أنا أقول لكم مثلا عندنا في الأفلاج، عندنا في الأفلاج مزارع الآن فيها 5 أصواع بر في الغرب الشمالي، وصاعين في عين الجليب، والخلطة الفلانية فيها كذا، والناحية الفلانية فيها كذا. فبقاءها مثل هذا يحط للوقف ولا يستفيد من أحد. ولو أن أهل الأوقاف جلسوا وفكروا كيف ننفع أهل هؤلاء الأوقاف، وجمعوا لهم وقف يدر عليهم، حتى يعني الآن عندنا اللي عنده مبلغ كبير يقف، واللي عنده مبلغ صغير يقف. أنا أعرف كان عندنا في الأفلاج بعض الأوقاف يقولون اشتروا بها دكان 70,000 يأجرون سنوي. الآن عندنا إخواني اللي ما عنده فلوس واجد يمكن يشتري أسهم في الإنما، يشتري أسهم في الإسمنت العربية، في الإسمنتات اللي ما عليها خوف، ويأخذ غلتها سنويا ويصرفها في مصارف الوقف. وهذه بلا شك عندي إنها أحسن من في عين الزليب أو في فرغ الشمال. هذه أمور انتهت وخلصت، ما عاد فيها شيء. هذه تغييرها يعني أمر حتمي. الأمر الثالث، نحن في نجد حتى إلى الآن كثيرا من شبابنا وعجايزنا أهم شيء عندهم أن يقف في أضحية، والأضحية كان لها في وقت من الأوقات شأن، وهي أن الناس يعني يهتمون بنفع موتاهم ولا يجدون طعم اللحم إلا في الأضحية في وقت الأضاحي. والله أني كنت أذكر أنهم كانوا يمرون علينا من بعد رمضان يحجزون، لا تنسونا من أضحية الفقراء، لا تنسونا من أضحية لا مساكين الناس. الآن الفقير والغني يضحي، وأمور الضحية صارت سهلة، والناس الآن ليسوا في حاجة إلى اللحم. فلماذا الآن تبقى يعني مر علي أنا قبل عدة سنوات في الإفتاء تاجر وقفه يغل 16 مليون ويريد أهم شيء عنده له ضحية ولم ضحية ولبوه ضحية وجده وجدته من قبل أمه ضحية وجده وجدته من قبل أمه، هذا أهم شيء عنده في الضحية. ماذا عملت الآن؟ لماذا لا تضع لزواج الشباب من جماعتك والفتيات؟ لماذا لا تضع في تحفيظ القرآن؟ لماذا لا تضع في المشاريع الجسمة بناء الفقراء وإسكان الفقراء؟ لماذا لا تضع في علاج الفقراء؟ لماذا لا تضع في تحفيظ القرآن؟ لماذا يعني لماذا بس نبقى على الأشياء التي كان لها قديم مجال والآن قل مجالها أو شبه عدم؟ الناس لابد يا إخواني أن يغيروا نظرتهم إلى مصارف الأوقاف، ويعرفوا الآن ما كان منها أنفع. ابن تيمية رحمه الله يجيز نقل الوقف إلى أفضل. وأنا دائما يجون في الإفتاء، كنت في الإفتاء كان عندنا توجه يرى أنه ما يغير أبد، فمن بدله بعد ما سمع يستدل بالآية، فما إنما إثمه على الذين يبدلون.
ابن تيمية يرى تبديله الأحسن، ويقول فإنما إثمه إذا حصل إثم، لكن أنت الآن تدور الأجر ما تحصل إثم. وكانوا يأتون إليه في المكتب واضرب لهم مثلين ويخرجون مقتنعين. مثال بس أعطيهم مثال. فكان يقول أبوي يقول أضحية، يقول أبوي يقول أضحية. قلت يا أخي أضحية بلفين؟ قال لي بلفين. قلت تراك بتحفر بير بلفين يشربون من قبيلة، وكل يوم يشربون من في الصباح والمساء، لماذا الآن ما سكن أضحية بلفين؟ قال طيب هذه إرادة أبوي. قلت طيب أقول لك، لو أن والدك قال يا سعيد اشتري لي خريف بربري أحطه في الثلاجة، ويوم رحت للسوق قلت أنت والله ما أجيب لأبوي بربري، والله ما أجيب له إلا نجدي، ورحت وجيت بلبوك نجدي ممتاز وحطيته في ثلاجته، أنت خالفته ولا لا؟ قال لا خالفته. قلت طيب أنت سريته ولا ضريته؟ قال لا والله اللي سريته. قلت وكان هذا الوقف هذا. ولو المثال الثاني، لو أن أبوك قال يا ولدي اشتري لي بشت من بشوتها الشاميين الزانة ذي أصلي به الجمعة بمئة وخمسين، قلت أنت والله ما يركب على مناك أبوي ألا بشت نشتريه مخصص من الحساء بخمسة آلاف ريال، ورحت وجيت بلبوك بشت من الشرقية من الحساء بخمسة آلاف ريال ولبست أبوك يوم الجمعة، أنت خالفته ولا لا؟ قال لك خالفته. طيب أنت سريته ولا ضريته؟ أنت سريته. يا إخواني ليس كل مخالفة مضرة، بعض المخالفات مسرة ونفع. ولذلك نقل الوقف إلى ما يفيد الميت ما هو أعظم أجرا وأكثر نفعا، هذا لا يضر الميت هذا يسره. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أنه يجوز نقل الأوقاف إلى الأفضل. هذا ما أحببت أن أتحدث فيه، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير، شكر الله لك يا شيخ على هذه الإفاضات والإضافات، صلى أن ينفع بالجميع. شيخنا الكريم، نسمع إن شاء الله تعالى مداخلات الزملاء وتساؤلاتهم، ومن يرغب المشاركة يرفع يدن باب نستثمر الوقت، وكذلك الأخوات إذا في مشاركة عند الأخوات كذلك نسمع مداخلاتهم. عندنا يا شيخ مجلس النظارة، دائما مجلس النظارة هو الواقف، بعد الواقف مجلس النظارة هو الواقف، ولذلك المسؤولية على مجلس النظارة مسؤولية عالية وكبرى، توجيهك لهم يا شيخ في عجالة حتى الزملاء يستعدون للمداخلات. مجلس النظارة هو الناظر، والناظر هو أمين الواقف، وهو شريك الواقف في الأجر إذا أحسن، فإن أساء فهو كما قال الله، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمجلس النظارة يا إخواني هو أحد المتصدقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شركاء الواقف في الأجر، لأنهم الذين يلون توجيه الريع ويحسنون الاستفادة منه. وهم إذا اختلفوا يحكمهم نظام المجلس، الغلبة أو القرار يكون بالأغلبية. لكن ينبغي يا إخواني أن كل عضو يحس بمسؤوليته، بعض الأعضاء الآن يصير هو الذي بيده القرار، يعني صاروا منا مثلا أربعة ومن هنا أربعة وهو التاسع، قل أنا الحين أغلى صوت أنا، يقوم يتحكم. يا أخي ما بدي مسألة تحكم، هل أنت الآن وضعت على محك الحكم؟ الله يعينك، أنت القاضي الآن، أنت القاضي، ترى الآن الإخوان اللي قبلك
يعني ذهبوا على كل على اجتهاده، لكن أنت الآن أنت الرأي الأخير، يجب عليك التدقيق. وين تروح ترى القرار بيروح معك، أنت كأنك الآن الناظر الوحيد. ليه؟ لأنك أملت هنا صار القرار هنا، وملت هنا صار القرار هنا. نسأل الله لك الإعانة. لا بد يا إخواني أن الإنسان ينتبه ويبذل قصارى جهده ويحسن الاستفادة. أنا أعرف بعض الإخوان يقول والله أني أجي من بيتي أنا عندي رأي، لكن عندما أجلس مع الإخوان واسمع منهم أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله أني اجتمعت مع هؤلاء الأخيار اللي دلوني. سهل أن يتغير. ليه؟ لأنه يبحث عن الحق. بينما بعض الإخوان الله يحفظه إذا قال كلمة ما عاد يتراجع مرة. يقولون عن الضبع، الضبع أنه ما يلتفت، خلاص راح منه ما عاد يلتفت أبد. هذا ما ليس هذا هو أسلوب المؤمن. المؤمن بحاث عن الحق، يأتي وفي ذهنه شيء، فإذا سمع أن لدى إخوانه شيء أحسن من اللي عنده قال الحمد لله الذي هدانا، فرجع ويريد يبحث عن الأجر. نعم أسمع مداخلة من الشيخ محمد الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ معالي الشيخ على هذه التوجيهات والآراء، وهي الحقيقة يعني محل نظر، جزاك الله خير دائما، ونستمع إليها ونحن الحقيقة يعني شغوفين بها. بالنسبة محمد بن صالح الكلية، طبعا مؤسسة تناظر الوقفية لإدارة الأوقاف ومستشار في مؤسسة الشيخ محمد بن عبد العزيز الحبيب، بالنسبة لعلاج الفقراء، أنا أقول لو أقيم مؤسسة تأمين وقفية والفقير يؤمن عليه، فقد تكون مصروفات الأوقاف أقل من مصروفات العلاج، فما أدري رأيكم توجيهكم معالي الشيخ. وهذا مما فكرت فيه الجمعيات، لكن مثل ما تعرف الجمعيات ليس لديها ميزانية، وإذا يعني الكبيرة، وإذا أخذت تأمين مثلا جمعية 1000 أسرة 2000 أسرة، رأت من يتطوى في الشارع من قلبه أو من يفقد بصره أو من كذا، ولا تستطيع أن تنفع. لماذا؟ لأنها قد دفعت المال إلى شخص يحتمل مرضه، فهمت؟ يحتمل مرضه، وتركت شخص، ترك شخصا هو مريض فعلا، هو مريض فعلا. فالجمعيات عندما يأتي إليها خيارين، عندها خياران، خيار تعالج مصاب، وخيار تقي تسوي وقاية للناس ما هم بالآن يعني ما هم بمرضى. فأنا في اعتقادي أن هذا ينبغي أن يدرس الاقتراح، لكن أنا أعرف أنا يعني عضو في بعض الجمعيات ومر علينا هذا، ونحن نفكر هذا جيد، لكن ما عندنا ما يكفي. يعني ممكن الآن لو أنا أقول لك مثلا جمعية مثلا عناية لو أرادت أن تؤمن على نصف حي منفوحة تستطيع؟ أنا ها؟ ما أظنها تستطيع نصف حي منفوحة، بينما هي الآن ما شاء الله تعالج من جيزان وتعالج من وادي الدواسر وتعالج من الزلفي. وين هذا الصوت ذا؟ ما جاي مخرج. فالمقصود أن هذه يعني المسألة يعني محل تقدير وينبغي دراستها، بس هذه وجهة نظر ذكرتها لكم لأن سبق أن فكرنا في بعض الجمعيات فيها. نعم. أقصد يا شيخ، أنا أقصد أنه يعني يسوق التأمين على الأشخاص المحتاجين، لما يجي واحد محتاج يسوق على التجار، عندنا مثلا 1000 2000 شخص
تأمين هم محتاجين ومرضى وتأمينه مثلا 3,000-4,000 حتى لو كان أعلى تأمين مثلا 5,000-7,000 ريال قد يعني يكون. هذا وجهة نظري. أنت عندما تؤمن على مريض ترى أنت عندما تؤمن على مريض تخدع شركات التأمين. شركات التأمين ما تقبل التأمين على المريض، تقبل التأمين على من يحتمل مرضه، من يحتمل مرضه. أما مثل ما نفعل بعض الناس الآن إذا مريض أبوهم راحوا يأمنون له، مثل بعض الناس الآن إذا جرى عليه حادث وكان قريب من اللي يغشون قال خلاص الحادث بنسجله بكرة، روحوا أمن اليوم ولا جاء بكرة تعالوا النادي نجم وسووا الحادث. هذا كله يا أخي من الغش والعمل المحرم ما نعرف الآن لين يجونا تايبين. سبحان الله الذين يعملون هذا الأعمال يبتلون، يجيهم حادث ثاني مرة. فإذا جاءهم حادث جاءوك قال والله يا شيخ إنا سوانا كذا وسوانا كذا وعملنا. يعني من أغرب ما مر علي مرتين أو ثلاث بعض الناس يأخذون تأجير منتهي بالتمليك سيارات ثم ما عاد بيسدد، يروح للشركة يقول أقيلوني ما يقيلونه، يجي مستشار إبليس وش يقول له؟ يقول عندكم واحد عندك قلابي؟ قال لي قال وقف خليه يدعسك ها، وحنا بنجي ونسوي محضر خلاص شركة التأمين تقرم كلها وانت تطلع برا. هذه حدثت يا إخوان، جاءنا بعد ذلك تايبين والله أنا سويت كذا وأنا عملت كذا. يعني في أفكار شيطانية هذه تخرب على الناس. نعم نسمع. عفوا يا دكتور علي إذا في الأخوات عندهم مشاركة. نعم تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ وللغرفة التجارية والقائمين على هذا اللقاء. الدكتورة الجازي شبيكي قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود. سؤالي لفضيلة الشيخ يعني كما لا يخفى عليكم جميعا كيف كان للوقف في العلم في تاريخنا الإسلامي وحضارتنا الإسلامية دور كبير في نهضة الأمة وفي بناء المؤسسات العلمية وفي كثير مما لا يخفى عليكم. لماذا والآن نرى في الدول الغربية اهتمام بالوقف في العلم والجامعات أكثر من اهتمامهم اهتمامنا نحن ونحن أولى بذلك؟ هل لأن الأوقاف في العلم هنا يخشى الناس من عدم يعني صحتها، أو هل لأن الدولة تكفلت بذلك، أو عدم اهتمام بالجامعات والأوقاف فيها؟ نريد منكم توضيح للفرق بين كيف اهتمامهم بالأوقاف هناك في مجال العلم وضعفنا في ذلك. الأمر الآخر هو المناشدة للغرفة التجارية بتكثيف الوعي بين النساء بأهمية الوقف. أنا أعلم أن عندهم هنا يعني بالجانب الرجالي نشاط وتقدم في هذا المجال، لكن في الجانب النسائي حتى على حد علمي لا يوجد أي يعني فرع أو نسائي في الاهتمام بالوقف في الغرفة التجارية، ولا تحث كثير من النساء التي لديهن أموال وأنعم الله بها عليهن في أن ينتهجن أو يتبنين أوقافا للتنمية، أوقافا حضارية، أوقافا تنفع البلد في التنمية. وشكر الله. جزاكم الله خير. شكرا يا أختي. أما فيما يخص الغرفة التجارية فهناك إن شاء الله تعالى فكرة عند لجنة الأوقاف مع سيدات، مع لجنة سيدات الأعمال إن شاء الله تعالى في رعاية الأوقاف مع النساء والاعتناء بهذا إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم. نسمع شيخ. شكرا دكتور الجازي. وحقيقة جامعة الملك سعود بدأت في الأوقاف، وجامعة الملك عبد العزيز بدأت أيضا في هذا، ونؤمل أن تكون هذه البدايات انطلاقة إلى يعني مشاريع وقفية هادفة. الآن المشاريع اللي موجودة عندنا هي بناء وإيجار، لكن نريد إن شاء الله من العقول المفكرة أن تطور هذا التفكير
وأن يعني تعمل جهدها في تنويع أدوات الإنتاج، وأن يكون نصيب العلم والتعلم والبحث العلمي، البحث العلمي اللي نحن الآن بحاجة له، يكون نصيبه نصيب الأسد في مثل هذه الأوقاف. وأنا أذكر أيضا أن جامعة الملك عبد الله اللي في جدة أنها جامعة وقفية، وأن الملك عبد الله وضع لها أوقاف يعني تساهم في مشاريعها، وهي الآن متخصصة في البحث العلمي، ونؤمل إن شاء الله يكون لها جهود طيبة. لكن مثل ما قالت الدكتورة نريد يعني مزيدا من الأوقاف العلمية، ونريد أيضا مزيد من التخطيط لتنوع أدوات الأدوات الوقفية التي تحفز على العلم الذي ينشر المعرفة ويقود التنمية. نعم. تفضل دكتور علي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لكم شيخنا، والشكر أيضا موصول للغرفة متمثلة بلجنة الأوقاف وللزملاء جميعا الحضور. شيخنا المبارك، إذا كان فيه صواب في مقترح تفعيل وتمتين الدور التوعوي في توسيع رؤية الوقف من ناحية الجهات المستفيدة، يعني عندنا قصور كبير جدا في الأوقاف المعنية بالصرف على الإعلام، في الأوقاف المعنية بالصرف على الجهات والجمعيات المهتمة بالأخلاق والقيم، في الصرف للجهات المهتمة بالنشأ في الابتكار والتخصصات النادرة للأمة. ليس هذا انتقالا مثلا من كفالة اليتيم أو الفقير إلى كفالة الشخصيات المبتكرة وأصحاب الاختراعات، وإنما على الأقل أن تكون فيه نسبة وتناسب. أزمة الأمة اليوم ليس وجود وإنما هو تفعيل، فإذا كان هذا الاتجاه صحيح، ما دور العلماء، دور المؤسسات الوقفية، دور رجال الأعمال في مثل هذه، وما هو دور المهتمين في تفعيل مثل هذا التوجه؟ وشكر الله لكم. شكر الله للدكتور، لكن الذي أريد أن يعني أطرحه وأنادي به بصوت عالي أن من الغلط الذي نعيشه الآن أن يجعل الأوقاف للتجار فقط، يعني ما في مشاريع وقفية يشترك فيها حتى الفقراء. لماذا الآن ما تصير المشاريع الوقفية أسهم؟ يصير السهم مثلا 100 ريال، وتدار هذه إدارة يعني واعية وحازمة، ويكثر منها لماذا الآن تبدو المؤسسات الوقفية فقط للتجار الكبار الذين لا يعني مهما كان عددهم لا يزيد الظاهر على الآن عندنا وصلتم إلى 1000 مؤسسات الوقفية؟ ما أظن ما تصل إلى 1000، بينما لو وضع يعني آليات يشترك عموم المسلمين فيها سواء كان بالاستقطاع الشهري أو بالشسمة بالتبرع في أوقات التبرع مثل رمضان والأضحى وغيره، ويكون مثل ما يكون في الصكوك في أمريكا، في الصكوك في أمريكا تطرحها الخزانة للناس ممكن تشترك فيها $5 الظهر و$100 وكذا، فيكون متيسر. يعني الآن بعض الناس يتمنى الوقف، لكن يقول ما عندي فلوس، وش عندي الوقف يبيله ملايين. لا يا أخي، في أسهم للوقف السهم 100 ريال، في أسهم السهم 1000 ريال، في أسهم السهم 5000 ريال. تعال خذ مما تشاء. ثم أيضا يكون هناك تنوع في الأوقاف، يعني تنوع على ذا وقف في الطب، وهذا وقف في العلم التعليم، هذا وقف في الإسكان، هذا وقف في
الزواجات هذا وقف، يكون هناك يعني مشاريع متعددة وينتدب لكل منها يعني لجان تهتم بها وتنميها. أنا في اعتقادي أن هذا يعني طرح الوقف ليكون في متناول الناس، الكبير والصغير، الغني والقليل المال، أن هذا سيفتح أبوابا من الأجر وفرصا من العمل. نعم، جزاكم الله خير. هذه دعوة يا دكتور الجازي، أعطوني الإخوة في غرفة الرياض في لجنة الأوقاف أن يدعون سيدات الأعمال إن شاء الله تعالى للقاء تعريفي بلجنة الأوقاف يوم الاثنين 6 رمضان بإذن الله اللي موافق 21 مايو 2018 الساعة 10:30 مساء في هنا في مقر الغرفة في الدور الأرضي في قاعة رقم 1. وهذا بداية العمل اللي قلت لك يا أختي أن إن شاء الله تعالى في عناية به. ولذلك ودنا يا شيخ لتوجيه سيدات الأعمال يحرصن حرص كبير حقيقة للتواصل مع بعض الأوقاف للبحث عن فرصة أن يوقفوا، لكنهم لا يعرفون الطريق تماما، يحتاجون نوع من التوجيه. ما في عناية حقيقة في بعض منافذ، ما في عناية في بعض منافذ الأوقاف في الاعتناء بسيدات الأعمال. ولماذا تقصرون على سيدات الأعمال؟ هذا أنت نحدث الحين، نحن نريد إتاحة الوقف لكل أحد، هذا الأمر الأول. الأمر إن شاء الله تعالى وصلت الفرصة عند ناظر الأوقاف، وهذا واحد جزء من أعمالهم، وفعلا مهم نشر الأوقاف داخل المجتمع. الأمر الثاني، لماذا الآن تبقى الأوقاف شخصية مثلا أوقاف السبيعي، أوقاف الراجحي، أوقاف كذا؟ لماذا لا يكون هناك أوقاف بالموضوع؟ يعني مثلا الوقف العلمي، وقف شو اسمه توفير الإيجار، وقف توفير العلاج، وقف من أجل يشترك الناس فيه. لكن الآن أنا عندي مثلا عندي 20,000 راح أحطها دخلها في وقف الراجحي، وش بتسوي 20,000 في وقف الراجحي؟ مين بشيء، ما أحس إني قدمت شيء. لكن عندما أجي لمثل ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو للإنفاق، فيأتي هذا بشعير وهذا بتمر وهذا بذهب وهذا كلهم يضعونه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يصير خير كثير. فأنا يعني أدعو أنكم تفكرون، وأنتم الآن جهة الفكر للأوقاف، أن تفكرون في طرح أوقاف الموضوع، مو بأوقاف الأشخاص رجال الأعمال اللي مبنية على، فكروا في طرح أوقاف الموضوع وآلية فتحها للناس. والناس دائما يريدون أن يطمئنوا على أن أوقافهم هذه بأيد أمينة ومحسنة. ولعل إن شاء الله يعني على العمل إذا فتحتموه ناديتم فيه واجتمعتم له، أن الله يهيئ إن شاء الله خروجه بصورة جيدة، نؤمل إن شاء الله. معالي الدكتور عبد الرحمن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر لفضيلة الشيخ الحقيقة هذه المحاضرة القيمة الثرية، ونشكر طيب يا أختي بعد الدكتور إن شاء الله تعالى نعطيكم الفرصة بإذن الله. كما نشكر الأخوة القائمين على الأوقاف في الغرفة التجارية، وهذا فتح بالنسبة لنا، ونأمل إن شاء الله أن نرى ثمار هذه الجهود. أنا ودي بس نؤكد على ما تفضل فيه الشيخ، عندنا نموذج طبقناه في جمعية الأطفال المعاقين أو المعوقين. طلبنا من طلبة المدارس أن يتبرعون أن يساهمون في الوقف بنصف ريال أو ريال واحد، واللي يدفع أكثر شيء 5 ريال من بعض طلبة الموسرين. استطعنا في خلال أقل من 3 أشهر أن نجمع أكثر من 15 مليون وشوي، وبنينا فيها وقف لجمعية الأطفال المعاقين، وهو كان محدد للأطفال المعوقين. وهذا أنا أعتقد أنها دعوة اللي تفضل فيها فضيلة الشيخ، أنه يجب أن لا نحصر الموضوع على التجار أو المقتدرين أو اللي عنده بالألف.
أنا أعتقد أن إحنا عندنا عدد من طلبة الجامعات، والفكرة الحقيقة اللي كانت وراء مو فقط جمع 15 مليون، إنما هي زرع ثقافة التطوع عند الأبناء عندما يكونون في مراحل يعني تلقي التربية والعلم، ويعرفون بالضبط قيمة هذا وأثره، ثم يشعرون أنهم كان لهم سهم في هذه العمارة اللي في مكة، أنه كان لهم فيها سهم للمشروع طبعا المعوقين هذا وغيره. فأنا أقول أنه هذا الحقيقة لو إحنا نتوسع فيه يمكن أن نحصل على مبالغ كبيرة جدا. إحنا عندنا الآن وقف دعينا له من خلال وسائل الإعلام بريال لعمليات القلب لمساعدة الفقراء يعني في هذا الموضوع. الحقيقة إحنا لا نساعد فقط الفقراء، نساعد حتى أولئك الذين ينتظرون العمليات وليس عندهم قدرة على أنه يلقون مراكز تعمل لهم العملية، حتى نعجل في هذه العملية قبل أن تكون هناك مضاعفات. شكرا. جزاك الله خير. شكرا لكم. نسمع من الأخت، تفضلوا يا أخوات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجمعيات الصوت غير واضح يا أختي. ليش الجمعيات ما كلها ميزانيات خاصة فيها حتى يسهل تنظيمها وعمل؟ طيب جميل. أخبرك الشيخ إذا ممكن التواصل الشخصي. طيب جزاكم الله خير. إذا تقول تطلب ميزانية للجمعيات. نعم. إن لو كان هناك موازنات للجمعيات. الجمعية لابد أن يكون لها موازنة، لكن لا تطلب موازنة من الدولة. دعم. أي دعم من الدولة. الدولة عندها استراتيجية مع الجمعيات، أظنها يعني تدفع لهم مبلغ مقطوع. خابر أن الدكتور طلعت وزنها تحدث عندنا يوم من الأيام وذكر أن عندهم مبلغ مقطوع، لكنه يعني بسيط، ليس يعني مثل ما يتصور البعض. هو يمكن أن يساعد في إدارة يعني رواتب الإداريين الذين يشتغلون في الجمعية، لكن بقية ميزانية الجمعيات هي في ما تجمعه الجمعية نشاط الموارد المالية عندهم، ليعملون في الموارد المالية. فتجد جمعية تتفوق على جمعية أخرى، والسبب أن المسؤولين عن الموارد المالية فيها أنشط من المسؤولين في الجمعية الثانية للموارد. وأنا أعرف الآن أن يعني كثير من الجمعيات يعملون وييسر الله لهم أرزاق، أبدا ييسر، لكن مثل ما قالوا أجدادنا يقولون مد رجلك على قدر الحافك. وأبدا أبدا من اشتغل مع الله، الله تعالى يعينه ويسدده. سبحان الله العظيم، يعني ما رأينا في العمل الخيري إلا أنها كل ما ضاقت فرجت. كل ما جاء الإنسان وقال الله السنة دي ما أدري، والسنة دي جاب الله في هذه السنة خير ومشت الأمور وتيسرت أمور الفقراء. الفقراء رزقهم على الله ليس عليك. أعرف أحد المشايخ الكبار الله يحسن لنا وله الخاتمة، جاءه الإخوان وهو مسؤول فيه، قالوا السنة دي ما في موارد، سنة ماضية. قال الموارد من عند الله ولا من عندكم؟ قالوا من عند الله. قال لي عند الله، ننتظر بيجي بيجي، انتوا بس اشتغلوا ودبروا اموركم ولا تحملوا نفسكم ديون، لا تحملوا نفسكم ديون، لكن سيرزقكم الله. وفعلا يا اخواني نحن الان في العمل الخيري من سنوات، رب العالمين ميسر رزق العمل الخيري. بس لا تسرف، لا تصرف فيما لا نفع فيه، لا تحمل ميزانيتك اكثر مما تحتمل. ترى فيه ناس ربي حاكم عليهم بالفجر، لو تعطيهم مليون
سيعيش فقراء. لذلك لا تظن أن مسؤوليتك قطع دابر الفقر من الوجود، ما تستطيع. أنت مسؤوليتك المساعدة فيما هو متاح عندك، في اللي متاح عندك لا تبخل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس. ما صفة كرمه؟ كان لا يبخل بموجود ولا يتكلف مفقود، لا يتكلف مفقود ولا يبخل بموجود. نعم الدكتور، الدكتور متخصص في الأوقاف. طيب يا أختي، في مشاركة عند الدكتور هنا ثم نسمع منكم. الله يحفظكم. الله يعطيكم العافية. رجل وأمرأة عشان تعلمهم يعني. نعم. جزاكم الله خير. أولا لست بدكتور، أخوكم عبد الله بن عبد اللطيف الحميدي. وحقيقة أشكر معالي الشيخ على ما قدم في هذه المحاضرة الثرية القيمة التي اشتملت على تبسيط لمفهوم الأوقاف وضرب الأمثلة وتقريب هذا المعنى لعامة الناس والمحسنين. وأشيد بدعوة اللجنة لهذه المحاضرة القيمة، وأتمنى تكرار أمثال هذه المحاضرات، كما أتمنى تقطيع هذه المحاضرة إلى أجزاء لأجل نشرها في وسائل التواصل والإفادة منها. معالي الشيخ، فيما يتعلق بما أشرتم إليه بخصوص الأضاحي، لا يكاد يخلو بيت في المملكة من وجود وصية سواء مكتوبة أو غير مكتوبة أو وقف بخصوص الأضاحي. وكثير من الناس يعاني، وبعضهم قد تجمعت عنده ربما 10 و20 و30 أضحية يضحي بها. فما الرأي لو أنه أنشئ صندوق خيري للأضاحي، بحيث أن كل أسرة عندها أضحية تدفع ما يعادل بناء على دراسة اقتصادية توفير ريع سنوي يأتي بقيمة أضحية، بحيث ينشأ هذا الصندوق ويرتاح الإخوة المكلفين والموصين بالأضاحي من عناء البحث ومن عناء الذبح السنوي والبحث عن إلى آخره. فهذا مقترح، ما أدري هل يسوغ شرعا مثل هذا الطرح، وهل لو قدمت دراسة للإفتاء ممكن ينظر فيها أم لا؟ والله أنا سنويا في الحج أتحدث في موضوع يخالفني فيه بعض طلبة العلم. أنا مثلا أتعرض لأمرين: حج التطوع عن الميت، والأضاحي عن الميت عن الأموات. أنا يا إخواني رأيت بعض الناس يحج عنه 10 حجات تطوع في سنة واحدة، يعني هو ميت وبخير وعياله يحبونه، كل واحد من عياله يقول بحجج عن أبوي، لأنه يرى أن هذا هو الطريق الأمثل للبر. فلو جمعنا مثلا هؤلاء الذين يحجون حج تطوع، خلنا نقول مثلا أنهم 100,000، ممكن 100,000، 100,000 يكلف الواحد منهم المتوسط 5,000. 5,000 في 100,000 كم؟ 3 أصفار، 3 أصفار و0 و5، يعني الظاهر 500 مليون. سدى أنت تحسب معنا ولا لا؟ ما أحسب. أنا أشوفك تكتب. 500 مليون، 500 مليون يا إخواني في حج التطوع. هذا مخالف لقرار هيئة كبار العلماء، لأن قرار هيئة كبار العلماء يقولون لا يحج الواحد إلا بعد 5 سنين، وظل 10 سنين يحجون عن واحد، 10 أشخاص، وكل سنة كل سنة يحجون 10 أشخاص مثلا عن الواحد، ولو كان حي ما هو بحاجة إلا مرة كل 5 سنين. انظر هذا. طيب نجي للأضاحي، كم تقدرون الأضاحي اللي يضحون الأضاحي؟ أنا أعرف بعض البيوتات مثل ما قال أخوي عندهم 10 أضاحي، بعض البيوت عندهم 10 أضاحي، كثير من البيوت عندهم 1 أو 2 للأموات. كم؟ خلونا نضرب كم، نقول 1,000,000 ولا تثير؟ ها، 500,000.
500 ألف أضحية للأموات، ميب للأحياء، الأحياء مشروعة ما فيها غبار، لكن للأموات 500 على كم؟ تجدونهم يروحون يغالون يأخذون أطيب شيء، لكن خلوها 1000 ريال، 500 × 500 ألف × 1000 كم يصير؟ 500 مليون، مثل الثانية سده ولا لا؟ إذا 1 مليار، ما رأيكم لو هذا 1 مليار قسم بين الجمعيات؟ هذا كل سنة أقوله ويصيح عليه بعض الإخوان، أقول لو قسمنا هذا 1 مليار بين الجمعيات، أعطنا جمعيات البر الخيرية 200 مليون، جمعيات الزواج 100 مليون، جمعيات تحفيظ القرآن 200 مليون، جمعيات العلاج 100 مليون، جمعيات وش حصل يا إخواني؟ والله العظيم خير عظيم يا إخواني، لكن كله الآن يروح هكذا. هؤلاء يحجون يعتقدون أن هذا الطريق أسرع بر لوالدهم، أسرع بر لوالدهم. الناس يحتاجون إلى توعية، يحتاجون إلى ثقافة في التطوع. أنت الآن تبي تطوع، أنت الآن تبي تبر والديك، كيف تبر والديك؟ أعظم طريق لبر والديك. نعم يا شيخ، جزاك الله خير. نسمع بقي معنا 10 دقائق، نسمع من الأخوات، تفضلي أختي. بالنسبة لكلام فضيلة الشيخ، معكم منال بنت إبراهيم بن سعدان، عضو مجلس تأسيسي لأوقاف إبراهيم بن سعدان. بالنسبة لكلام فضيلة الشيخ عن وقف الجمعيات الخيرية، ودي بس أتكلم في هالموضوع. بعض الجمعيات ترى ما تعرف شو معنات وقف، يجمعون المبالغ علشان مبنى معين ولكنه ما يدار كوقف، والمساهم في الوقف ما يعدي يعرف وش صار على وقفه اللي ساهم فيه. فكنت أتمنى لو أن لجنة الأوقاف في الغرفة تبنت هذا الشيء وأرشدت الجمعيات اللي تعتزم بناء أوقاف أنها تديرها بعقلية الوقف الحديثة اللي الآن قاعدة تحصل في الأوقاف الشخصية. يعني أنا كمساهمة ساهمت إن شاء الله حتى لو 100 ريال، لي حق في هذا الوقف أشوف وش صار عليه وأتابعه وأشوف وأتابع ريعه وين راح زي كذا. يعني هو تكون الجمعية مثل ناظر الوقف، تنظر في هذا الوقف وتعلمني أنا كواقف أو كمساهم في الوقف وش يصير عليه. هذا بالنسبة لمباني الأوقاف. عندي يعني مداخلة ثانية بعيدة وقريبة عن الموضوع، اللي هو منتقى الأوقاف اللي تشرف عليه اللجنة في الغرفة. يعني الحقيقة أنا حضرت عدة ملتقيات قبل وأشوف أن قسم النسائي مهمل من الغرفة ولا ينظر فيه، ولا عندنا كتب، الكتب اللي تعطى للرجال ما تعطى عندنا في قسم النسائي، ولا في أي أحد يمثل الغرفة ولا لجنة الأوقاف. فقط تجد المنظمين والرعاة تلقاهم برا ويجاوبون على الأسئلة، لكن ما نشوف أحد من الغرفة ولا لنا أي حق في ولا لنا أي نصيب من المطبوعات. فأتمنى أن إن شاء الله الملتقى الجاي تنظر لجنة الأوقاف في المسألة دي ونكون مثل يعني زي ما يحصل عليه الرجال نحصل عليه إحنا. جزاك الله خير يا أختي. أما الرأي الآخر فإن شاء الله يصل الرأي للإخوة في لجنة الأوقاف، وحري بنا إن شاء الله تعالى في لجنة الأوقاف أن نسمع هذا الكلام ونعتني به إن شاء الله تعالى، وترينا خيرا بإذن الله في الملتقى القادم بإذن الله، علما بأن هذا الملتقى وجد شيء من العناية إن شاء الله تعالى كغيره من إن شاء الله تعالى الملتقيات السابقة، لكن نعدكم إن شاء الله تعالى بالتحسين في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، ورأيكم محل اهتمام إن شاء الله تعالى اللجنة. حياك الله يا أخت منال. أما طلب المشارك أو المساهم أنه يرى ويعرف، هذا متاح، وأعتقد أن كل وقف لو كانت هناك أوقاف في الموضوع يجب أن يكون فيه جمعية عمومية، والجمعية العمومية في الغالب اللي يكون عنده مثلا 20 سهم أو 50 كم أو كذا يدعى لي لحضور الجمعية ويسمع صوته
ويمكن أن يعني الفكرة التي يحملها يقولها في الجمعية أو يقولها وكيلة. هكذا يجب أن تكون الأوقاف إذا أسست تأسيسا سليما وكانت أسهم، يعني لا يجوز مثلا للإنسان أن يلقي أسهمه خلاص، لا، أنت تابع أيضا أسهمك وكن حريص على حضور الجمعية، لأنك قد تصحح مسارا أو تنشط كسولا أو تدفع فكرة سيئة. فهذا الذي تشيرين إليه أمر طيب، وإن شاء الله يعني أوقاف الموضوع اللي ننادي بها إن شاء الله نؤمل إن شاء الله أن الجمعية تهتم فيها ويحرصون على أنها يعني تكون، وأن بداياتها تكون جيدة، لأن ترى الشيء على البدايات، إذا أخفقت البدايات صارت السمعة سيئة، وإذا ضبطت البدايات مشت بأمر الله تعالى ونجحت، وهذا الذي نؤمل إن شاء الله. نعم. الميكروفون فين؟ تفضل دكتور فهد. السلام عليكم ورحمة الله. فهد الدعير أوقاف الموسى. نشكر لمعالي الشيخ عبد الله هذا الطرح المبارك الذي يتحفر به في هذه الجلسة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجره ويسدده ويجعل ذلك في موازين حسناته وحسنات الحاضرين. شيخنا المبارك، تكلمتم كلاما جميلا على نقل الوقف والبدل، لا يخفى على فضيلتكم أن مقصود الوقف تسبيل الثمر المصارف. الحديث عن المصارف والأهم وقت والحاجة في الأوقات تختلف من زمن إلى زمن، ونحن في هذا العصر قد تختلف الحاجات وتختلف الأهمية في المصارف، فهل ترى فضيلة الشيخ أن يكون هناك دراسة لأهم المصارف في هذا العصر، أو يجتمع العلماء على شيء من ذلك، أو يجتمع المهتمين ليناقشوا هذا الأمر ويطرحوا شيئا مما يرون أنه وقت الحاجة إليه من المصارف؟ لأن الحديث عن المصارف والأهم والأولى قد لا يحسنه الجميع، وقد يطرح من أطراف كثيرة، فإحنا بحاجة إلى طرح علمي وإلى أن يجتمع عليه المهتمين. هذا الأمر الأول، وهذا الأمر سيؤثر على الأوقاف الجديدة. رأيكم أيضا يا شيخنا في الأوقاف السابقة والتي كتبت مصارفها وتحتاج إلى تعديل، ويكثر الحديث عند المحاكم وعبارة العبارة الفقهية أن شرط الواقف كشرط الشارع، ويكون الحجة بأنه لا يمكن تغيير هذه المصارف أبدا لأنها شرط من الواقف. فما هو توجيهكم للسابق؟ أيضا الأمر الأخير الذي أختم به شيخنا، ما شاء الله، أن من مما فتح الله عز وجل به في هذه الحقبة وهذه الأيام وجود مراكز متخصصة وقفية للعناية بالوقف، مثل ناظر واستثمار مستقبل وثبات وواقف ورافد وغيرها. هذه المراكز الوقفية التي تعتني بالأوقاف وتعتني بالواقف وتعتني بأن تدله على الصكوك الوقفية وعلى إثبات الوقف وتساعده على ذلك، أليست أولى بأن يعتنى بأن تكون جزء من المصارف لها لتستمر ولتعظم الأجر للواقف؟ صلى الله وسلم على محمد. طيب، أما الأخير فهي يعني ما ذكره أخي الشيخ فهد جدير، لكن أيضا لماذا لا يأخذ هذه المراكز لا تأخذ من الجهات الوقفية التي تخدمها أجرا رمزيا يبقي على بقائها، يعني هي تخدم وتقدم وتدرس وتنظم، ف لا أرى مانعا من أن يعني تفرض خدمات، تفرض أجورا مقاربة الخدمات من أجل البقاء، من أجل البقاء، لكن كون أنها تخدم بلاش وتعود تشحذ تقول للناس اللي ما خدمتهم عطوني، أنا أعتقد أن هذا
ليس الأولى. الأولى أنها تبيع خدماتها، تبيع خدماتها بأجور مخفضة، يعلم الناس أن هدفها ليس ربحي، وأن هدفها أن يمتد نفعها. هذا السؤال الأخير. والسؤال الأول يبدو لي والله أعلم أن يعني الفقه الواقع قد لا يعلمه العلماء الكبار، يعني ينبغي لنا أن نفرق بين علم أو فقه الدليل وفقه الواقع. فقه الواقع ينبغي أن يهتم به مثلكم اللي قائمين الآن على المصارف، تجون للمشايخ وتعلمون تعلمون الناس، ترى المصرف سدامبع وترى. لكن الذي يريد أن المشايخ الآن الكبار يعرفون الواقع هو يحملهم ما لا يجدون. ولذلك لا بد يا إخواني من معرفة واقع ما يعني مجالات الإنفاق الوقفي. مجالات الإنفاق الوقفي لا بد أن ينبني مثلكم ويشرحها ويبين ما 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 هي، ويبين أهمية مثل هذا الأمر. وأنا أعرف يوم من الأيام كنا عند أحد الإخوان المشايخ وذكرنا له عملية شو اسمه السمنة هذه اللي التكميم، قال هذا يا شيخ ما أنا شوفنا حرام، وش أنت تجود يدها وبس. هو يعني هو لا يعرف. في عندنا بنات الآن وصلت عمرنا 40 ما تزوجن، من جاي خطبها قال سمينة ما بيها، ها والله ما أنا ما بيها أبد. في بعض الرجال الآن يخطب ويرد يقولون هذا دبابة، وش بخاطر ها دبابة وش تسوي بالمرأة، والله ما يصلح ذا ها. لكن جاء الله بهذا العمل فتح الآن يسوي عملية، بعد سنة تلقاه شمحوط ما بهز يمن ها ها. فمثل هذا الأمر يا أخي يعني ما يعرف إلا اللي في الواقع، اللي ما هو في الواقع ولا يجالس الناس ولا يعرف مثل هالأمور ولا يسمع، قد لا يحسن يعني قد لا يرى يعني أهمية مثل هذا الأمر. فأنا أقول إن هذا العلم اللي هو معرفة المصارف إن عليكم أنتم جزء منه، جزء كبير عليكم يلي تعرفون القاعدة، تجون المشايخ وعلموهم ترى هذا أهم وهذا مهم وذا يمكن أنفع وذا، وهم عند ذلك تدارسون الناس. ولذلك ترى الآن في هيئة كبار العلماء وفي مجامع الفقه أمر مهم جدا قبل إصدار القرار، وهو سؤال الخبراء. ما يصدرون الآن قرار لين يجون الخبراء ويسألونهم. الخبراء هم علماء الواقع، علماء الواقع خبرونهم هذا ممكن هذا غير ممكن هذا نافع هذا نفع أكثر. فمثل هذه المجالات ينبغي يا إخواني أن يعني أن نستثمر العلم الذي وجدتموه من الواقع وأن يدون ويستفاد منه حتى ولو تغير ولو تغير. يعني أنا أعرف واحد من الإخوان يوم جاءوا الكويتيين وقف عليهم وقف، والحمد لله راحوا الكويتيين راح ها جاء يسأل يقول أنا والله وقفت عمارتي غلتها على الكويتيين، والكويتيين ذحين راحوا. خلاص يا أخي صر هذا يصير وقف منقطع، راحوا هلا ما عاد موجودين. فمثل هذه الأمور يعني ينبغي أنها يعني يشترك فيها خبرة المسؤولين عن الأوقاف مع معرفة العلماء بالأدلة الشرعية. السؤال نسيته، أظنه الجواب صالح للإصلاح الأول والثاني خلاص اللي هي الأوقاف السابقة، ما يكفي الحمد لله نفس المجالات نفس المصارف. أي يعني العمل مع الأوقاف السابقة التي كتبت مصارفها، والبعض في المحاكم يقفون يقولون شرط الواقف كشرط الشارع. هذا صحيح، لكن أنا أعرف أيضا فيه قضاة يحكمون برأي ابن تيمية وأنهم ينقلون الأوقاف إلى أحسن. ففي عندنا توجهان في القضاء، وإن شاء الله نؤمل أن التوجه هذا اللي هو توجه
النقل إلى الأفضل أن يكون له نصيب عند القضاة الشباب. والنظار، التوصية للنظار معالي الشيخ. نعم. التوصية للنظار أيضا يعتنون بهذا الموضوع. والله النظار، النظار يطول العمر ما يستطيعون غيرون شرط الواقف إلا بإذن القضاء، خصوصا أن السكوك الآن ترد الأمر إلى القضاء، تجد في سك النظارة أنه ما يغير الناظر إلا باستئذان الحاكم الشرعي. نعم. ذكرت يا شيخ في كلمتك عن أن أحزم الناس، من أحزم الناس أهل الأوقاف، لأنهم يعملون لأنفسهم وهم أحياء. في الغالب مر علينا الحديث عن، وهذا سؤال جاءنا قبل اجتماعنا هذا، مجموعة من الأسئلة يقولون نعرف أن الموقف نفسه يعتني بنفسه فيوقف وهو لا زال حيا. هل مر عليك شيء يا شيخ، قصة أو موقف في بر الأبناء لأبيهم بعد موته، هم الذين أوقفوا عنه ونفذوا وصيته وكان هذا من برهم بأبيهم؟ مرت وقائع وتذكر في وقائع في التاريخ، وأظنكم تسمعون عنه. في منطقة من المناطق رجل عنده زوجة متأخرة وعنده ولد، هو اللي دائما معه يروح ويجيبه ويظن فيه خير، وإخوانه كبار مشغولين، فأراد أن يجعل وقفة على يد هذا الولد، وهذا الولد خاف أن إخوانه يحسدونه وتجي مشاكل. راح وسأل الشيخ وقال الشيخ لا، خل أبوك يدير وقفه حي ويحطه وينفذه ويريحك من بعد الوفاة. قال طيب وش أسوي؟ قال لا، جيت تروح إياه صلاة العشاء بالسراج، اقعد وراء لا تمسكه، وقل له همش وأنا وراك بالسراج. وكان المعتاد أن التاجر جوده يده ولده بيد والسراج في يد ويروحون للمسجد. الولد تأخر بسراجه، قال راح وأنا وراك، قال امسك يدي، قال راح وأنا وراك. الأب مسك غيظه ومشى وصلى. يوم صلى ورجع قال امسك يدي، قال راح وأنا وراك. يوم قفل بابه عليه ويا ولده قال انت وش فيك، انت زعلان مرة شايف؟ قال شف، أنا أقول خل سراجك قدامك، خل وقفك لا رحت لقبرك تلقاه، وتقول لي خله وراي، ها وش استفدت من السراج؟ قال أهلا، ليش ما تخلي وقفك قدامك ولا انتقلت إلين أجرك جاهز؟ أنت الآن بتبلش مع أخواني ويمكن ما يصل لك أجر. قالي هذا إذا مقصودك إيش، وراح يطول العمر ونام. في يوم أصبح ودبر وقفه. هذه قصة تروى، ذكرونها مشايخنا لنا. أنا أذكر يا إخواني أني حضرت في بعض، كانت فيه عجوز عندها ملايين مهي بواجد، واختلفوا، ما لها ولد، لها بنات ولها عاصب، اختلفوا في أيام التعزية ونادوني في أيام التعزية، نادوني قلت لهم خلوا الناس يروحون وكذا وانتبهوا. كان من ضمن الكلام اللي قالوه لي أول يوم، قالوا نبني لها مسجد يا شيخ. كان في ذاك الوقت حنا باني مسجد في السودان ب200,000. قلت لهم فيه واحد عندنا في الحي سوداني يمكن يبني لها مسجد في السودان ب200,000. قول كان، قالوا طيب. يوم انتهى التعزية ونجتمع، اجتمعنا، نادوني اجتمعنا، ايش رايكم؟ قالت واحدة فيهم والله الميت أغنى من الحي، الحي حاجاته ما تنقضي، وأنا أشوف أمي جعلها في الجنة ما وقفت ولا عناب. أماني لها ثلاث بنات. قالت البنت الثانية أنا مع فلانة، إن وقفت وقفت وما وقفت ما نبواقفة. قالت الثالثة الصغيرة لا والله اللي خلونا نقف عن أمي جعلها في الجنة ولا لها عيال ولا، وقامت تصيح وتفحط. ولد عمها قال أنا تراني سامح وباقف، أنا مع اللي بيقفون.
التسبيرة قالت لا، أنا الحي أحوج من الميت، الحي أحوج من الميت، وأنا عندي عيال وأنا عندي كذا، والله يضيع مسجدهم 200,000. والله يا إخواني إني أنا شاهد وعندي قضايا مثلها، بس هذه من الأشياء اللي بعدين قالت عادة البنت السبيرة شوفوا اللي في مطبخ الملح والبصل والملابس اللي في داخذوها عطوها الفقراء. قلت هذا بس جهدت لهم بس أنا اللي بتعطي لهم بس ذا بس. انظر يا أخي سبحان الله عندها يعني مخلفت لها يعني قرابة أكثر من 1,000,000 أو 3,000,000 وباقلين على أبي مسجد. ولذلك لابد يا إخواني أن الإنسان ينتبه لنفسه قبل أن يتصدق عليه. مر علينا في الإفتاء وكلكم تعرفون في ناس يقفون بشفويا عيالهم يعرفون، فإذا مات الواقف أنكر. بعضهم قال لا أبوي لو له وقف كتبه ويدري، ويجون إخوانه يشهدون عليه في المحكمة، بس تصير قضية، تصير قضية مع أنه لو كتبه ريح الوالد عياله من الاختلاف. نعم جزاكم الله خير، شكر الله لكم، شكر الله لك يا معالي الشيخ على هذا الوقف الذي أعطيتنا إياه. هذا المجتمع الحمد لله رب العالمين مجتمع صالح، هذا المجتمع مجتمع كريم الحمد لله، ولذلك الله عز وجل من على أهل الوقف ومن على هذا المجتمع بأن تذكرون في أجدادنا أظن ليس هناك أحد منهم إلا وقف على قدره على قدره وعلى ما معه من القدر، فكثير منهم أوقف كما ذكر الشيخ. اليوم نحن أكثر منهم اغتناء، والله عز وجل من علينا بشيء، فلو شاركنا في هذه المساهمات التي ذكرها الشيخ ويصبح لكل منا قدرة أن يسهم في وقف أو جزء من وقف أو وقف إن استطاع إلى ذلك، فيبذل شيئا من هذا، لأن هذا المجتمع فعلا تعود على أن يكون كريما وعلى أن يكون معطاء. أسأل الله عز وجل أن يكتب لشيخنا ما قدم من خير، وجزاه الله عنا خيرا على هذه الكلمات التي سمعناها وهذا التحفيز الذي حصل الذي سمع من خلال البث والذي سمعناه نحن مباشرا وسمعوا الأخوات مباشرا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بجهدك يا شيخ، وشكر الله لك على هذا القدوم، ولجنة الأوقاف تثمن لك هذا المجيء وهذا الوقت الثمين الذي أعطيتنا إياه في خلال هاتين الساعتين. أسأل الله عز وجل أن أشكر فضلك وأن أزيدك علم إلى علمك وفضل إلى فضلك وخير إلى خيرك. هناك هدية من لجنة الأوقاف ليبقى هذا اللقاء عالقا في الذهن، وإن شاء الله تعالى لنا لقاءات أخرى مع معاليك، لأنك يا شيخنا الكريم محبوب عند الجميع، وجزاك الله خير على تحفيزك للموقفين، ونحن نشهد هذا في من خلال مصارف الأوقاف. أسأل الله أن يشكر فضلك ويجزاك عنا خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة وإتاحة اللقاء بالإخوة الأفاضل الذين حضروا هذا اللقاء المبارك والأخوات الفاضلات